والعشرين هجمة فقط لأثيوبيا وهدف مخادع. الجزائر استفزت فردت الفعل بقوة بعنف، ثلاثة أهداف. سفيان فيغولي في الدقيقة 32 يدرك التعادل للمنتخب الجزائري، يعيد المباراة إلى نقطة البداية بهذه الطريقة. 10 دقائق بعد ذلك رياض محرز يتمكن من إضافة الهدف الثاني إثر إمداد ذكي من المهاجم سليماني، هدفان لهدف، والجزائر لم تكتفي بذلك الوقت. بدل الضائع ياسين إبراهيمي يتمكن من تثليث النتيجة 3-1، أسبقية مريحة للجزائر المتصدرة لمجموعتها في تصفيات كان 2000